النهاردة معانا جريمة قتل بشعة حصلت في منطقة صفة اللبن فجر الجمعة الماضي بالجيزة. مجموعة البلطجية قاموا بسحل شاب اسمه زين العابدين زين، عمره 28 سنة. ومش كده وبس، لا دول كمان مثلوا بجثته قدام الناس كلها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. الشاب اللي راح في غمضة عين ده عنده بنت اسمها مريم، عندها سنتين، ومولود جديد جميل جدا اسمه الخطيب. كانت ليلة العقيقة بتاعته، الليلة اللي ابوه مات فيها، ما عندوش الا اسبوعين. الغريب في الموضوع انه كان بيجهز يعني يفرح بيه بقى ويعمل له اسبوع. ضيوفي النهاردة هحكي معاهم الحدوتة وافهمها. شقيقه محمد زين علي حسنين، مساء الخير يا فندم. مساء الفل. زوجته ميرفت محمد عبد العليم بقاء الله، والمحامي الأستاذ حمزة البحقيري محامي الأسرة، اللي الناس تعاطفت يعني تعاطف معاهم بشكل كبير الحقيقة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ تامر. أبدأ من عند شقيقه. أولا أنا حابب الخطيب ده. الخطيب ده مقطع في قلبي، يعني الخطيب ده مقطع في قلبي. عما يكبر دلوقتي هقول له حق ابوه جه ولا لسه؟ انا عاوز حق ابوه. بص عيلين، يعني عيل لسه ما كملش يوم سوى ابوه رايح ينزل يجيب الحاجه بتاعت العقيقه يتعمل فيه كده. انا ما شفت منظر ما شفتش في تاريخ العالم، في تاريخ العالم كله. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل زين طول عمره حنين على اي حد غلبان يتيم. ده عيل يتيم كان متربى عندنا، راكب توك توك. الناس دي طول عمرهم بلطجيه وبتحاموا في النائب محمد اسماعيل، وانا قلت الكلام ده مع الاستاذ وائل الابراش امبارح. طب انت بتقول انا ما اعرفش الناس دي؟ ازاي ما بتعرفش الناس دي ووالدك قاعد معاهم؟ يعني والدك قاعد معاهم ازاي بيحل عشان ما يعملوش مشكله؟ ازاي ما قدرتش؟ انت بتقول احنا مخلص مشاكل الدايره كلها. انا عايز اعرف بس الحدوته قبل النائب محمد اسماعيل. ماشي. الحدوته دلوقتي اخويا زين كان في فرح، فدخل عليهم احمد اللي هو كان قاعد عندنا ده يتيم ايده مقطوعه، خده وطلع بيه على المستشفى. بعد ما خده وطلع بيه على المستشفى نفوجئ ان الناس دي هو عمل ناس للناس دي محضر، فالناس دي خايفه من المحضر وفي المحضر معانا والورق كله. يعني اخوك واقف مع عيل يتيم غلبان مربينه، العيال دي ضربوه. وفي محاضر هم اللي طبي. هم اللي قطعوا له ايده؟ كان قاطعين له ايده، يعني الواد ده عمل كذا عمليه. قطع يعني ايده مفصوله عن جسمه؟ لا كانت ماسكه على حاجات بسيطه كده. ده جزاته ان هو راح يحمي عنه او شافه واقع كده خده ووداه المستشفى خلاص. جيكلينكس. خلاص يعني اتعمل فيه كده. طلبوا مننا ان احنا نجيب الواد ده بدل المره 10 ونفوجئ عشان ما جبناش الواد ده، خايفين عليه عيل يتيم ملوش حد خلاص يموت في البلد دي. حلو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخويا زين طلبوا منه بدل المره 1000، احنا عاوزين الواد ده، عاوزين الواد ده. قال لهم انا مش عارف هو فين، اجيبه منين؟ قالوا له لو ما جبتوش احنا هنعمل فيك ونسوي. وقبل الحادث ده هم العيال اللي طلعت ومثلت بالجريمه كده بحاجه بشعه، احنا مش بنشوف الفيديوهات بتحرقنا مولعه فينا، مش قادرين ان هم يعملوا في كده. يعني هم مصورين كمان؟ مصورين قبل الحادث بفروده يعني حاجات على الفيس. احنا شفنا الصور دي اليومين دول. انت كنتش موجود في الحي ساعتها؟ لا انا كنت نايم. ده الكلام ده الساعه 5 الصبح جالي تليفون قالوا لي الحق اخوك سحليل ومجرد من ملابسه. نزلت توجهت على طول على اسم الشرطه، لولا رجال المباحث كانوا ورايا انا كنت اتضربت شدوا عليا الاجزاء كانوا هيموتوني. وكانوا معاهم اسلحه؟ كان معاهم بنادق اللي هو احمد عبور ده لسه ما جاش. طيب انت راجل احنا بنجاي يعني احنا في نار. وطي صوتك عشان انت فزعت. احنا في نار والله في نار. احنا دلوقتي انت راجل خدت تلقيت خبر قتل اخوك، نزلت رحت على اسم البوليس، وانا شايف ست زوجته ست مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، وحضرتك راجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، والناس محترمه معاك ومحامي.
يبقى انتوا ارتضيتوا ان انتوا تسلكوا الطريق القانوني. صح صح كده؟ احنا متفقين على ده. متفقين على ده. ومفيش حد يعني خلاص هو عمره كده، الله يرحمه، حقه وحق العيال دي وحق الست دي وحقك انت كمان كاخوه لازم يرجع. يا استاذ تامر احنا عاوزين القصاص للناس دي عشان محدش يفكر يعمل نفس الجريمه دي تاني. عظيم. من وجهه النظر القصاص والحكم العادل للناس دي، احنا خايفين لو الناس دي اتهون في الموضوع شويه الناس دي ناس كتير هتعمل زيهم، احنا في مناطق شعبيه يا باشا. طيب من وجهه نظر القانون استاذ احمد، حق زين يرجع ازاي؟ انجاز العداله، سرعه تطبيقها، احكام رضعه، تمام؟ ده اللي يقدر، ده اللي يطفي نار الناس دي، ولازم تكون احكام رضعه بشكل نهائي، يعني ما فيهاش كلام، ان هي سرعه العداله هي الانجاز بس، وده اللي هو اللي اي حد ممكن في موقف زي ده طالب. كم واحد اتقبض عليه؟ 7 لحد دلوقتي. هم كانوا كم واحد؟ هم المفروض اللي موجود في الورق 10، وصادر ضبط احضار ل3 منهم اللي هم هربانين، اللي هو المدى احمد عبور، اللي هو اسمه حي احمد محمد علي اخوه. دول شغالين ايه؟ دول فيهم ناس لسه طالعه. احمد عبور ده اللي انا اعرفه لسه خارج من السجن في قضيه مخدرات، كان محبوس على 4 سنين ولسه خارج من كام يوم، هو اللي جهز العصابه وجه عشان ينتقم من زين عشان مش عايز يوصلهم للولد اللي هو اسمه احمد ده اللي كانت ايده مقطوعه، تمام؟ وحد تاني اسمه هو اللي هو ابو سنه ده، اللي هو ابو سنه اللي لسه طالع من السجن. لا عبور، أو لا عبور، لا اللي طالع ابو سنه لسه، أبو سنة طالع لسه من السجن 4 ايام. ابو سنه 4 ايام لسه طالع بره. واحمد عبور ده شد عليا الاجزاء، كان هيموتني في وجود المباحث، دول رجال المباحث، انا كنت موت. طب هات الواد، انت صوتك عالي، انت مش هتسكت. هات الواد، انت مش عايز تهدى بالليل. اهلا اهلا اهلا، تعال انت جيت. طيب انا عاوز حق اخويا. ماشي. عشان بهدوء البلد كلها تهدى، مصر كلها مش هتهدى الا ميجي حق زين. بقى خليك جدع، الواد بيتفزز في ايدي، خليك جدع. احنا في نار يا استاذ تامر، في نار في نار في نار. انتوا هتعيشوا ازاي؟ مش عارفه نعيش ازاي من غيره. هو كان شغال ايه؟ فني دش. فني دش. فني؟ بركب اطباق دش. دش؟ وانتوا معكوش حاجه خالص؟ لا لا، معاك الخطيب بس. الخطيب ومريم. ومريم. كان بيوصيكي على حاجه معينه؟ كان حاسس انه هيموت؟ كان خايف؟ يا باشا ده عازم خالاته من المنصوره ومن الزقازيق، وولاد خالاته وولاد عماته. من المنصوره؟ عامل لكم فجأه، انا عامل لكم فجأه، هي دي المفاجأة. كان عامل العقيقة وبقول لهم انا عامل لكم فجأة، يعني جايبه. ايوه. يتعمل فيه كده؟ راح يجيب الذبيحة يذبح هو ويتقطع. ما يرضيش حد في العالم. ما يرضيش حد في العالم نهائي. مصر كلها زعلانة عليه. طيب. لو شفت انت حضرتك، لو شفت الجنازة بتاعته كانت الساعة 3 بالليل، دي اللي بتهدي النار عندنا. يعني الناس اللي جت معانا من مصر من هنا والناس اللي في البلد دول اللي هونوا علينا. لو زين وحش مش هتطلع الكميات دي، مش هتطلع نهائي. احنا في نار يا استاذ تامر، احنا بنطالب بالقضاء جلسه فوريه عاجله. طب صلي على النبي، خلينا نسمع زوجته. ماشي. انا هسالك سؤال واحد، مش هطول عليك، انا حاسس بيكي جدا على فكره. انت طلباتك ايه؟ ياخدوا حق عيالي. حق عيالك ان الواد والعيال دول يتعدموا بس، مالكيش اي طلبات تانية؟ الحمد لله. اي طلب تاني مالكيش؟ لا، يتعدموا زي ما يتموا العيال دي يتيتموا، عشان محدش يفكر يعمل كده في الناس تاني. ده لو زين ده وحش، لو زين وحش وضرب واحد فيهم موت حد فيهم، اذبحه، اديله طلقه. ده داعش داعش اللي هي داعش بتذبح، مش بتمثل بالبوسه. تسحله تسحله مجرد من ملابسه ويتقطع. يعني هم عملوه اذان الفجر. اذان الفجر بيأذن، يعني اذان الفجر بيأذن وهم بيعملوا فيه كده؟ ما طلبتش في قلوبهم الرحمه؟
مفيش رحمة في قلوبهم؟ وبيتحاموا في يقول لهم بالله عليك سيادة الله محمد اسماعيل عشان خاطر عيالك. ما بكلمه مع الاستاذ وائل الابراشي يقول لك لا انا ما اعرفهمش، ده هم من بلد جنبينا. ازاي من بلد جنبينا؟ هو والدك كان قاعد قبليها بيحل معاهم عشان ما يجوش يعملوا مشاكل معانا. يعني بغض النظر نايب ولا ما هم بيتحاموا فيه. مفيش حد فوق القانون. لا بيتحاموا فيه يا ريس. مفيش حد فوق القانون. مفيش حد فوق القانون بس هو قال لك كده بلسانه، هو قال كده مع استاذ وائل، قال لك مفيش حد فوق. لو انا اخطات او اخويا اخطا هياخد جزاؤه، احنا في دوله قانون مش في غابه. قال كده مع وائل. قال كده في المداخله مع وائل. انت كنت معاهم برضو؟ انا كنت في المداخله مع وائل الابراشي. كنت معاهم في الحلقه ولا كنت معاهم؟ اه وانا اللي مصور معاهم التقرير قدام المشرحه مع استاذه بسنت اللي عند مع استاذ وائل. ايوه بس يعني. وهو اقر يعني اقر ان ما فيش اي حد فوق القانون. لو قال لك لو انا اخطات انا هاخد جزائي، لو اخويا اخطا ما فيش حد فوق القانون. وده فعلا ما فيش حد فوق القانون. احنا الجريمه دي بما انك يعني راجل مخضرم في مسائل الجرائم والحاجات دي يعني انك شغال محامي، الناس في الاماكن الشعبيه ده العادي فيها يعني الاماكن الشعبيه الحلوه اللي كان فيها افتتاح الاسري وصلات الصدق والقيم الجميله دي، هو ده اللي بقى هو فيها؟ هو تفشي البلطجه وسوء الحاله الاقتصاديه وتمجيد الاعلام للبلطجيه والسماح بعرض الافلام اللي هي زي الالماني والابراهيم الابيض والكلام اللي ده، فبقى بالنسبه لهم البلطجي ده مثل يحتذى به. هو ده فكر المناطق الشعبيه دلوقتي. عشان كده احنا بنطالب باحكام رضعه، لازم النواب ولازم مجلس الشعب يقروا بقوانين تتماشى مع الجرائم الجديده على المجتمع بتاعنا. المجتمع بتاعنا ما عمره ما شاف الجرائم دي. انا على مر عمري كله ما شفتش منظر بجريمه زي دي. ان هم يجردوا واحد من ملابسه ويسحلوه 500 متر قدام اهالي المنطقه كلها ويدخلوا الناس بالبنادق وبالخرطوش وبالمطاوي بالسنج ويقعدوا يقطعوا فيه. ده حتى فعلا لو كان قتل يقتلوه، لو هم عايزوا ياخدوا صعيده هياخدوا بالطار، الطار ليه احترامه، يقتلوه يذبحوه لكن مش يمثلوا بجثته. يقتلوا مين ويذبحوا مين؟ احنا بقينا نتكلم كده. ويتحاسبوا على ده لكن اللي حصل ده طبعا في داخليه اتحركت، كل الشكر ليها، في دوله قانون طبعا حصل في نفس الوقت. نحن سوف نتابع معكم. انا لولا رجال المباحث انا كنت النبي وحياه ابوك مزعق الواد في ايدك. حاضر. يعني اتكلم، قول لي انت عايز. لولا رجال المباحث ايه؟ انا كنت مت والله. يعني هو في دخلته شدوا عليه الاجزاء وفوجئوا بالمباحث وراه، راحوا رامين السلاح وجاريين. الكلام ده فين؟ في صف اللبن. في شارع الثلاجه. شارع ايه يا فندم؟ اسمه شارع الثلاجه. شارع الثلاجه. يعني احنا نثق في ان اكيد هيحصل عداله منجزه، اكيد حق الخطيب ومريم وام مريم هيجي، وحقك انت كمان، بس هم اقرب يعني معلش. انا سالتك وقلت لك مش عايزه اي حاجه، قلت لي القصاص. مش عايزه تقولي اي حاجه قبل ما اقفل الحلقه؟ قولي يا مرفت. عاوزين حق العيال الصغيره دي، حق العيال الصغيره دي اللي فتحت عينيها مش شايفه ابوها قدامها. ما نقول لهم ايه؟ عاوزين نقول لهم ابوك مات راجل واتاخد حقه. مات راجل وهيتاخد يجي حقه. طب يا سيدي هو لسه يوم الجمعه اللي فات لسه، بس اهدى. الكلام ده عمله بعد شهر. احنا انا عارف انك في نار ومقدر. انا عايز اقول لمعاليك يعني دلوقتي محاكم الجنايات الراجل ده يعني راجل محاكم الجنايات دلوقتي مش هيسيبكم. الحمد لله احنا بعد من بعد الثوره وبقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكم الجنايات بالكامل بقى في سرعه احاله للجنايات. طول عمر القضاء زمان شامخ. تمام شامخ. طول عمر القضاء في بس كان في تباطؤ. القضاء شامخ وانا متاكد في الجنايات كان في تباطؤ، كان بيحصل تحقيقات وتجديدات. دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي بقى في انجاز جدا في الجنايات. يعني انا عندي مثلا لا يوجد خير. انا ما كنتش اعرف على فكره ان في فيديو لقيتهم بيعرضوه الشباب معايا بيعرضوا هذا الفيديو، انا ما شفتوش وما كنتش يعني الحقيقه محمد صلاح خلانا ما عرفناش حتى نحضر الفقرتين اللي احنا كنا عاملينهم. لكن موقف ومشهد مؤلم جدا 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 وما فيهوش اسم على اثنين دول اعدام. اتصور زي ما هو القانون صريح في الموضوع ده. ده بند واحد بس، قتل مع سبق الاصرار بالترصد من ماده 232 لماده 235 من قانون العقوبات. الفاعل الاصلي اعدام والشريك اعدام او مؤبد. فيعني ما فيهاش ده بند واحد، غير ترويع المواطنين وغير حيازه سلاح واحرازه وغير كل البلطجه اللي حصلت دي.
فيعني هم كده كده ان شاء الله باذن الله اعدام. احنا عايزين ان الموضوع ده ما حدش يجرؤ انه يكرره تاني. ده مش ده جديد على المجتمع بتاعنا يا استاذ تامر، ده جديد ده فعلا. احنا بنطالب بسرعه القضاء عشان ما نديش فرصه لحد يعمل كده تاني، ولازم تبقى احكام راضعه مش احكام وخلاص. انا ان هم بيقول لك احنا ابو محامي شاطر في وسط المشكله. صور يا ابني انت وهو في وسط المشكله في الفيديوهات موجود صوتهم. ده جهل وتخلف. محامي شاطر يعني. يجيب لنا 3 سنين مش مهم. طب يعني من اساء لله حسب المايك هيقع. بس يا مريم من امن العقاب اساء الادب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد حمزه المحامي والسيده ميرفت محمد زوجة القتيل البقاء لله. قلبي معاكي وان شاء الله هنبقى هنا في العاصمه برضو وحقك رجع. وهقول لك عاوزه ايه واللي انت عاوزاه انا مسؤول عمله. احنا بنطالب بشكر مريم اتكلم معاها بقى هاي العبي في مناخيرك انت يا اختي ماليش دعوه بيك. وبشكر الخطيب وبشكر حضرتك وعايزك تهدى انت ما احنا يعني في نار. انا عايز مصر كلها في نار بس انت رجوله. النار تعبانه. انت رجوله و انا واثق فيك يا محمد ان انت هتبقى قد المسؤوليه وتشيل عنه. احنا تعبانين ما بننامش ما بننامش والله. ان شاء الله هتنام وحقك هيجي وحق اخوك هيجي. حادث مؤسف. الكلمات مفيش حاجه اقدر اقولها ابرر نارهم. مظبوط. ما اقدرش الوم عليهم. موقف سيء شيء يدل على اننا بقينا في غابه. حتى الافلام مش كده، حتى عبده موته اللي بتقولوا عليه ما هوش كده. يعني مفيش احنا ما شفناش الكلام ده في العالم ولا في الافلام حتى. يعني البقاء لله مره ثانيه. غدا حلقه جديده من حلقات العاصمه. اراكم في 11 مساء وتصبحون على خير.